تمام. السؤال الثاني في السينما والمسرح، والسؤال هو: من هو الممثل الذي لعب دور يوسف في فيلم قص ولزق؟ فاطمة. خالد صلاح. قصدك خالد صالح. حظك حلو، الاثنين غلط. ماجد. ماجد الكدواني. ماجد الكدواني. ماجد الكدواني. يا ماجد، إجابة إيه؟ غلط. برافو عليك، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة شريف منير. أيوة، 20 نقطة طالوا من الجامعتين. دلوقتي عندنا سؤال.